السلام عليكم، مرحبا بكم أيها الأصدقاء والصديقات محبو المعادن والأشياء الجميلة والاستكشافات وغيرها. المهم، دائما عندما تأتي كما قلنا إلى تأتي يعني قنطارات، يعني قنطار ومئة كيلو قنطارات من الخردة إلى المحل، تأتي إلى المحل عند الفرز. دائما مثلا هذه هي هنا شيء ولا أروع، وأيضا متطابقة، وأيضا ها هي متطابقة كما يمكنكم أن ترونها، ها هي متطابقة مثل هذه الناحية مثل هذه الناحية. حسنا، نحن إن احتفظنا بهذه عوض أن نبيعها بالكيلو، إن احتفظنا بها، هل نحن نطمع مثلا أن نستخدمها أو لا نستخدمها؟ نعم، ولكن هل نطمح مثلا أن نبيعها لأحدهم؟ لا، فرق المعاملة بالوزن بالكيلو يتخطى ما قد أنك تنتظر لتبيعها بهذه بـ10 دولارات أو 20 أو 30 أو حتى 40، يتخطى ذلك بعشرات المرات. دائما الكيلو والوزن هو أفضل الأشياء، لأن المعاملة تكون يومية. لكن ما دام ان هذه كما اريتكم سابقا، ها هو يلتصق بعد شيء النيودايوم، هنا ايضا، اذا معنى هذا ان عندنا هنا نحاسا اصفرا جميلا. يا سلام، وخصوصا عندما يكون هكذا، مثلا هذه المرة ليس من المملكة المغربية او من اسبانيا، لكنه هنا هذا هو شديني الإيطالية، هذا هو هنا، روعة، نحتفظ به فقط لمجرد أن ننظر إليه. كما يقال نقول في المغرب، ما كان لش مثلا تبيع تقوم أنت ببيعه بالكيلو، نخلي غير نشوفه مثلا، أتركه فقط كزينة حتى ولم أستعمله. هكذا عندما تحل بعض الأشياء الجميلة، بيع كل النحاس المتبقي وترك هذه الأشياء كما أريتكم في فيديوهات سابقة، تزين بها فقط، لأنها أشياء ثمينة، خصوصا أنها من معدن النحاس. إذا هذا النحاس الأصفر يا أصدقاء، كما قلنا هنا 85% تكون من النحاس الأحمر الخالص، و 15% المتبقي خلطة بين الزنك أغلبه والكروم والنيكل قد يكون أيضا، تضاف إلى النحاس الأحمر فتعطينا نحاسا أصفر صلبا قويا هكذا، خصوصا عندما نريد أن نستغل النحاس، ولكن بطريقة تكون صلبة وليست لينة كالتي هو عليها عندما يكون خالصا أحمر. إلى اللقاء أيها الأصدقاء، دائما قم بفرز خردتك واحفظ الأشياء الجميلة. إلى اللقاء، لأنها أولا وقبل كل شيء جميلة و تستحق الاحتفاظ بها، وقبل ذلك تشترى بثمن الكيلو أو الخام. إلى اللقاء أيها الأصدقاء، شاركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، واتركوا أسئلتكم هناك، وعما قريب سنحاول إجابة بعض الأسئلة، خصوصا الأصدقاء الذين يطلبون كيفية بيع اللوحات الأم.